وللمزيد حول تزايد أعداد العاطلين عن العمل في العراق مع تزايد أعداد العمالة الأجنبية وتداعيات ذلك اقتصاديا، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكوبيسي. أهلا بك دكتورة هداب. يعني بداية، تتعدد أسباب ارتفاع نسبة البطالة في العراق كما تعلمين. السؤال هنا، لو أوجزنا تلك الأسباب فإلى ما ترجعين أهمها؟ تفضلي. نعم نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام. يعني في الحقيقة إذا أردنا أن نوجز المشاكل اللي تخص البطالة في العراق، هي طبعا مشاكل كثيرة ومتنوعة، لكن أهمها هو زيادة عدد السكان من جهة، ويعني أيضا يعني عدم وجود برامج فاعلة للتعامل مع البطالة، وأيضا هنالك عدم التحكم الصحيح في إعداد الوافدين الجدد الى سوق العمل، وانهيار في تعيين الخريجين، هاي نقطه ايضا مهمه، وبالاضافه الى تدهور التخطيط التربوي. كل هذه العوامل جعلت من مشكله البطاله في العراق تحت عنوان الاقتصاد غير المنظم، وبالتالي نحن هنا امام تسميه يجب ان ناخذها بنظر الاعتبار، لانها تساهم وتحدد معنى فكره الاقتصاد كيف يعامل في العراق، وكيف الفوضى هي السائده والموجوده به. نعم دكتوره هداب، هل مقبول اقتصاديا مع ارتفاع نسبه البطاله في العراق، هل من المقبول ان تتزايد في المقابل نسب استقطاب العماله الاجنبيه؟ نعم، يعني هنا ايضا مشكله اخرى اضيفت للمشكله التي نحن نعاني منها، بالإضافة إلى يعني الأعداد الكبيرة من المتخرجين سنويا، بالإضافة إلى ذلك لكن هنالك لدينا استقبال للعمالة الأجنبية. ويعني أود أن أشخص هنا في مسألة العمالة الأجنبية، هؤلاء قسم منهم كثير لا يحملون الشروط القانونية لوجودهم في العراق، وبالتالي مما أدى إلى زيادة هذا العدد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما ذكرتم أيضا في تقريركم قد يصل ما بين 750 ألف إلى 850 ألف أجنبي يعملون في داخل العراق. هؤلاء يعملون في قسم منهم، عدد منهم 75 ألف أيضا ذكرتم في تقريركم في الشركات النفطية الأجنبية. هؤلاء الذين يعملون، يعني الدولة طلبت من عندهم في العقود المبرمة على أن يأخذوا بنظر اعتبار توظيف العراقيين بين نسبة 50 إلى 80%، ولكن لم يؤخذ بهذا الاتفاق، وبالتالي حدث ما حدث، بالإضافة إلى أنه على هذه الشركات كان يجب عليها أن تدرب المتخرجين العراقيين، لم تفعل ذلك. كل هذا أدى إلى أن تسيء الأمور وتصبح إلى ما هي عليه الآن. نعم. طيب، هل من ضوابط في القانون لاستجلاب العمالة الأجنبية للعراق؟ وهل هذه الضوابط دكتورة متغيرة مثلا بحسب حاجة سوق العمل والتخصصات التي تشهد عجزا مثلا؟ نعم، يعني أولا هو يجب أن يكون هنالك تنظيم وتشريع قانوني لاستقدام العمالة الأجنبية للعراق حسب مواصفات معينة. يعني لطالما ان هنالك لدينا عدد كبير من الخريجين يستطيعون هؤلاء ان يسدوا في سوق العمل، فلا داعي لاستخدام الاجانب، هذا من جهه. من جهه اخرى هنالك الاعمال يعني المستهدفه او المستخدمه من الخارج هي غير كفؤة، وبالتالي نحن لسنا بحاجة لها، هنالك كثير، ونحن نعلم أيضا أن شعب العراق شعب كثير، إذا هنالك كثير من هذه الأعداد ما بين 15 إلى 29% يمثلون حوالي 60%، يستطيع هؤلاء أن يسدوا في سوق العمل، وبالتالي أيضا يتم تنظيم العملية بدلا من أن ندخل في مسألة عدم وضوح وفوضوية الاقتصاد. نعم. برأيك دكتورة، يعني وفي ظل هذه الفوضى، إلى أي مدى يمكن ربط استمرار استقبال العمالة الأجنبية من الخارج بعمليات تربح محتملة ربما تكون هناك جهات معينة تستفيد منها؟ نعم، يعني احنا اشرت اني في البداية إلى هذا النوع من أنواع الاقتصاد الغير المنظم اللي هو موجود حاليا في العراق. هذا يجرنا إلى عدة مصطلحات أخرى، هو مسميات اقتصاد الظل، اقتصاد الأسود، الاقتصاد الخفي. كل هذه المصطلحات تشمل على أنه هنالك نوع من أنواع
العمالة التي احنا نعمل على استخدامها، وبالتالي نعمل على تخطيطها في داخل نريد ان نحاول ان نعمل على تخطيطها في الاقتصاد، هي لا يوجد لديهم معطيات صحيحة، ولا يوجد هنالك يعني معطيات قيمية رقمية للمشاريع الإنتاجية، سوى إنتاجية الفرد أو إنتاجية المشروع. كل هذا أدى إلى أن تكون هنالك حالة عدم وضوح ومشاكل كثيرة، وبالتالي هذا ما كانت نتيجة استخدام العمالة الأجنبية وعدم استخدام العمالة العراقية اللي هي موجودة في داخل العراق. نعم. الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى بفالح الكبيسي، شكرا جزيلا لك.